السلام عليكم يا أيها الإخوان. اسمحوا لنا على الغياب الطويل. حبيت نتكلم عبر اليوتيوب للسلطات الجزائرية على الجمال النظارات بلش كيفاش يسموهم. كنت رحنا للبلاد صافي دو تخوا سمان من 15 أفريل. أنا وواحد أن كوليك نحاولوا لي جمال في الأيروبور في وهران، وأنا فوت جو سي با ما شافوهمش، أنا فلافي أتونسيون يو روتور هما فويي لقاو لي جمال. هما تاو يسقسوني واش دير، قالوا ديروا لافيلياسيون واسمو باباك واسمو يماك واسمو، يعني احنا نطلبوا السلطات يفهموا لنا يعني الغايه من هذا القانون. بكل احترام للدوله الجزائريه، ولكن دون وجور هذا القانون سخيف، باسكو كاين دي زاباري فوتو لا بورتي تاعهم اكثر من لي جمال بوكو بلوس. ندير ما تلقاش ان بار دو جمال، يعني سي تري رار تلقى ان بار دو جمال كيفي ان زوم دو بلوس دو 12 فوا ولا ان توكا، سينو تولي توزن ان بوا كونسيديراب. ثانية كاين دوطر لو تيليسكوب اكسيتيرا كي ابارامون سون با انتردي، يعني فهمونا علاش. وهذا نداء للسلطات، وحنا كي نجيو الجزائر ما نجوش كسواح، نجيو باش نخدمو في البلاد مساهمة في الديفلوبمون تاع البلاد على الأقل من ناحية البيئة. هذا لوتي هذا اللي بلوس كو نيسيسار، ندير تي بو با ترافايي سون، يعني فهمونا كيفاش نديرو. اسكو يفو دي زوتوريزاسيون و بار كي، شكون يعطي لك لوتوريزاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا هو السؤال تاعي، واللي عنده فكره يقولنا. السلام عليكم.